تساوي مبدئي في الوحدة الإنسانية، كلنا بشر، كلنا إناث وذكر، تساوي مبدئي في الوحدة الإنسانية والانتماء إلى هذه الكرامة، وتفاوت تطبيقي في العمل. لماذا؟ لأن هنالك أحوال واعتبارات وتكوينات وخصائص ومميزات وما سميناه فروقات فردية، يتبين ذلك ويتجلى في أبسط الأشياء في حياتنا. سؤال، ليش ماكو مباريات حتى في الدول الليبرالية والعلمانية وغيرهم نهائي بين فريق كروي نسوي وفريق كروي رجولي؟ ليش يبقى ما يسوون؟ لازم يعني ريال مدريد وبرشلونة؟ ليش ماكو؟ قال لك لا، احنا ما نستطيع لان ما في عدالة. فتكوين المرأة البنيوي يختلف عن الرجل. المرأة 60% من قوتها في أرجلها، الجزء النصف السفلي. الرجل العكس، المرأة 40% الساعد العلوي و60 تحت. لماذا الرجل تتحمل حمل، تتحمل عمى، تتحمل أشياء خاصة فيها؟ الرجل بالعكس، فرجله أخف للحركة والمهارة، ومن ثم كان رياضيا أقوى، فضلا عن ذلك الجانب العضلي. لكن تعال شوف المرأة في الجانب السباحة، تجد الكل يقول من الرياضيين بأن عندها القدرة على الطفو أعلى من الرجل، لذلك الرقصات المائية أو الإيقاع الموسيقي المائي والرقص عليه والباليه المائي الرجل لا يجاريها، لأنها هي أقدر على الطفو من خلال تكوين جسمها العلوي، نعم، والجانب التشريحي في أداء هذه الرياضة. لا يمكن يقارنها الرجل، يطلع أولى سنة أولى ابتدائي وهي تطلع زين بروفيسور ودكتوراه في قضية هذه الرياضة، يعني راح يكون متخلف في المقارنة والرياضة حتى بهذه. طيب يا أخي، تريد مساواة؟ هل يمكن أن تصير في حلبة الملاكمة واحد وزن الريشة وواحد وزن من الوزن الخيشة؟ زين، يعني واحد أقصد الوزن الثقيل، يعني لما نجيب مثلا تفضل هذا الأخ تايسون، نعم، والأخ نسيم حميد، هذا وزن الريشة وهذا وين وهذا وين؟ لا يمكن، حتى وأنت بدأ ما يجعلونهم يتبهرون. ليش؟ لأن أي لكمة يطير خارج الحلبة برا ينتهي. فالمساواة ظلم هنا، كأن تجعل إنسان عمره 10 سنوات وآخر عمره 20 سنة، نعم، وتحط خط تقول يلا سباق 100 متر المسافة واحدة والحكم واحد وكلاكم باختياره الحر ونقطة الانتهاء واحدة ونقطة أنا أساويكم كل شيء يلا. قال حبيبي، أنت تجاوزت المساواة في البعد التكويني والعمر والطاقة والمهارة.